متجر اخويا ديال المتجر ديالك، راه داك متجر المحل، راه متجر الكتروني، راه بحالو بحال المحل. خاصك دير متجر ديالك، متجر الكتروني ديالك، ولا كنت هذه هي خدمه بروفيسيونيل، خاصك دير متجر الكتروني ديالك، ما تخدمش بشي سكريبت، ولا دير متجر الكتروني ديالك. هادشي اللي كاين في البيزنس، تدير متجر الكتروني ديالك. اما الا كنتي كتخدم ديما بالثيرد بارتي، راك مصيد. الكليان ديالك راه تيتشفر لك، خصك تعرف هادي، الكليان ديالك راه كيتشفر. الا كنتو راه درنا المايلين، درنا الحلقه ديال المايلين، راه درنا اللايف ديال المايلين، وهضرنا على الداتا. اش قلنا على الداتا؟ ملي كنجيبو الداتا ياك تتباع وتشرى، وراه خويا راه انت عندك كليان، وهذاك الكليان خصك ديما انت تفيديليزي. راه المشكل تاني بزاف ديال الناس اللي كيخدموا الايكوم، ما عندهمش ثقافه ديال الفيديليزي الكليان. المهم راه كاينه، راه شوف، راه واحد القوس كبير والناصب، وشي وكليان كتوصلو شي حاجه مهرسه، والله ما يرد ليه فلوسه ولا يعاود ليه. هادشي كيديروا انت خدم نقي، ديما تنفيديليزي الكليان. هذاك الكليان خصو، ما عمرك انت دير، خصك تكون عندك واحد، ماشي انت سمعتي الاشهار في فيسبوك، انت ديما خصك دير الاشهار في فيسبوك باش تجيب الكليان. راه خصك تفيديليزي هذاك الكليان، خاص الكليان يدخل 10 من عندك اليوم عجبو لو سيرفيس، خصك دير لو باس باش يعجبو لو سيرفيس وتفيديليزي. القوال ديال الماركتين، عطيتيه بعتي ليه حاجه ب 500 درهم، عطيه شي كادو، زيدو شي لعيبه باش الكليان كيعجبو الحال. سيبور يكون عندك مفرقع باش الكليان يعجبو الحال. غضرب واحد 3 سنين غتلقى راسك ما بقيتيش كتعتمد 100% على فيسبوك ادز، راه ولا عندك واحد الكليان اللي كيشري من عندك ديما، ملي كيخصو شي حاجه كيمشي ديما عندك. وهذاك الكليان لا فيديليزيتي وخدم مزيان وكنتي عاطيه سيرفيس مزيان، كون على يقين هو تيولي يدير لك الاشهار. هو دابا مثلا بحال المعلمين، كاين تمشي هي كتقول للمعلمات اللي معاها ولا الاساتذه اللي معاها، راه كاين واحد لوسيت زوين وهذا وطنطن، راه كاينين شي قوال ببساط، كاين شي قوال ببساط باش انك تفيديليزي الكليان. راه الناس اللي كيشريو على برا، ما تهضرش، راه بعض المرات تشري شي لعيبه وكيزيدوك كاع ما تيقولوا لك راه صيفطنا لك لا غيفت لا والو، كتلقى شي لعيبه واخا تكون بسيطه ولكن انت كتفرحك، تقول واو هادو زينين هذا. وكاين الدراري اللي كيبيعوا دي برودكت ما متيستيه ما توزع. المهم شاج شدو بالتليجرام بدا خدام بيه، او كاينه هذاك الشيء برودوي انتيستي قبل ما نصيفطو، نعرف برودوي راه نقي ما فيهش ديفو هذا عاد نصيفطو. كاين البروداكتات كاع ما خدامين، بنادم كاع ما خدام هذاك البروداكت وكاع تيبيع فيه ويشري، وكاين صبع لا عباد الله. راه هادشي اللي كاين دابا في المغرب للاسف الشديد. وانت راه عندك امتياز، لان كاين بزاف ديال الناس غير تيعربزو في السي او دي، راه غير تيعربزو. انت راه عندك واحد عندك افونتاج. علاش انت عندك افونتاج؟ حيت انت الا درتي خدمه نقيه الناس ما باقيش غيتيقوا هذوك اللي غيتيقوك، انت غيخدموا معاك انت. ولكن راه باش تخلق هذاك التمييز، راه هنا خاصك تعرف القوالب ديال. علاش هضرت على السيده اللي سولتني البارح وقالت لك ندخل هذا؟ قلت لها قريب هذا الاي ماركتين، قريب هذا الاي ماركتين، عاد دخل بيع وشري مع راسك واش ما توحلش. ماشي انت صاحبي خصك ديما تتبع واحد يقول لك اش دير، راه ما كنتي تتبع فينا هي. راه شوف الماركتين راه فن، راه فن، راه بحال اللي كترسم، راه فن. خصك تعلم الماركتين وتانسبيرا باش تولي انت خدام، تولي انت كدير الطرق ديالك، تخدم بالطرق ديالك انت، باش هنا تخلق انت التمييز. اما الا كان كلشي داكشي اللي شاف شي فيديو غيدير، كلشي غيدير نفس هذاكشي، اين هو التمييز ديالك؟ المتجر ديالك باش تتميز، والمتجر ديالك باش نتميز من لو سكريبت. الا كان كلشي غيخدم بنفس لو سكريبت، راه خصك تعرف انك تتعامل مع واحد الناس غيدخل غيشوف نفس هذا السكريبت، ونصب عليه شي واحد دخل عندك حتى انت تيجي يقول لا راه هذا السيت يمكن فيه تشاري منه، هذاك السيت راه فيه تشاري منه، هذا السيت هذا انت راه كاع ما بينك وبين والو، راه ما عمرو شرا من عندك شي حاجه، غير حيت لو سكريبت بحالو بحال ديالك يقدر ياثر عليك. حيت واحد خونا كانت عنده واحد التجربه خايبه مع واحد لو سيت قبيل، هو تيشوف غير السكريبت تيقول لك لا هذا هذا فيه تشاري منه واقيلا. واش السكريبت خاصني نشريه بالفلوس او فابور ديال المتجر الالكتروني؟ شوف الا ما كانش عندك راس المال، غادي ستغامر وغادي تخدم بشي حاجه فابور،
تخدم بشي حاجه فابر شوبيفاي راه تيضربوا به الناس. تخدم شوبيفاي دير راس المال خصك يكون عندك السيريكيب ديالك، سكريبت ديالك،